السلام عليكم. هنا كنتواجدوا في مدينة فاس واللي كتنظم مباريات تبوريضة كتدخل في إطار الحفاظ على الفن الأصيل، رغبة في تعزيز الاستخدام التقليدي والحديث للفرس البربري والعربي البربري الذي يعتبر من السلالات المفضلة لفن التبوريضة. تيقولوا واش من المدينة ولا لا؟ لا كيقولوا واش من المدينة، من عمالة. من عمالة زعما. وهنا كتستفد الفروسية التقليدية من تطوير هذا الفن المتوارث عن الأجداد والحفاظ عليه. كما يتم حضور لجنة التحكيم اللي كتعتمد ولا كتاخذ بعين الاعتبار التحية، ويجب أن تكون الطلقات تتزامن مع الرشاقات النارية والسرج واللباس والاستقامة والتنظيم وغيرها. شمن بلاصه نتوما؟ شمن بلاصه؟ تبارك الله خيار الناس تبارك الله. تنقطوا لكم ياك بالمسابقه؟ دابا شكون اللي طالع في النقطه الاولى؟ مازال ما تيعطيوش الرباط. شحال عندهم؟ شحال كينقطوا؟ على 10 على 20 كيفاش؟ البارح كنسمع من واحد كتبت هذيك كنقولش. اي والله يسهل عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. كيديو الثمانية ديال يمكن ثمانية ديال الفرقة ديال الخمسة ديال الزراري. وإذا قوي نجوز تبارك الله. وإذا المكان قنيطرة، هاي قنيطرة. اسمح لي زيارتك الله يحل عليك الشريف. ثلاثة د العفو واش كيديروا؟ نعم إليكم نتائج الحلقة الأولى. 15 سيرة 90
شنو هي الدوله في تفضل. هادو الخميسات الناس تاونانت نعم انا تاونانت هادو ديالنا النفاسة الناس ديال تازة تازة يا تازة اي 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 داك الناس بوحدهم في الشرق
انت الحاج. بارك الله عليك. بيب سمي بيب بيب بوش شوفوا البيب كدير له البلول ديال اللي تيبغي دير هكا نشوف لنا تبارك الله عليك الله يحفظك عصير ليمون شادك عصير البرتقال كي جاك التشيز مزيان واعر Thank you.